مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعين عربية. شرح اليوم هو عن الانستغرام وتحديدا عن طريقة نشر الموقع في القصص. قبل ما أبدأ أشرح لكم عن الطريقة، طالب أن تشتركون بالقناة، تفعلون الجرس، لايك الفيديو. هذه الطريقة سهلة وبسيطة، من داخل الستوريات راح نقدر ننشر أي موقع احنا نحتاجه داخل الستوريات. خلي أدخل من داخل الستوري أشرح. أنشر الموقع على الستوري، راح أدخل على الانستغرام وهذا حسابي dr_kjld123535. بعدها أدخل على علامة الموجب، أروح هنا على ستوري، تختار أي ستوري موجود عندك، ممكن نختار هذه الستوري، تنزيل خرائط جوجل. بعدها حتى تنشر الموقع راح تختار هذه هنا الأيقونة، وهنا اللوكيشن، هنا تعمل كونتينيو، وهنا راح تنطي السماح أثناء استخدام التطبيق. بعد ما أعطيت السماح أثناء استخدام التطبيق راح تظهر عندك المواقع القريبة من المنزل، وتقدر أنت تختار أي واحد منهم. فأنا بالنسبة لي راح أختار موقع قريب وهو برلين ألمانيا. طبعا تظهر المواقع اللي قريبة من الموقع مالتك، فأنا اخترت برلين ألمانيا. مثلا برلين ألمانيا، فهذه هي الخريطة راح تكون هنا برلين ألمانيا. تقدر أيضا تكتب بلد عربي، راح نحذفها. لوكيشن موصل العراق، موصل العراق، فراح يظهر موصل العراق بهذا الشكل. فأي واحد يقدر ينشر أي مكان على الخرائط وينشرها. أتمنى فدتكم بهذه المعلومات. طلب لا تنسوني باشتراك ولايك وتفعيل الجرس. تحياتي ومع ألف سلامة. قبل ما ينهي الفيديو فقط حبيت أشير أنه حذف المتابعين الوهميين إذا كان عندك تقدر تحذفهم من داخل الانستغرام. هذا الفيديو راح يكون بصندوق الوصف أيضا. مع السلامة.